آخر خبر قبل ما نستضيف ضيوفنا ونتكلم على حصاد الاقتصاد 2021، مصر تستضيف غدا في شرم الشيخ مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كانت الدكتورة غادة والي تحدثت في هذا البرنامج عن هذا المؤتمر، وده هيكون يعني أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، حدث مهم جدا ستشارك وتستضيف مصر في شرم الشيخ. نشوف هذا التقرير ونخرج فاصل ونستقبل ضيوفنا ونتحدث عن الاقتصاد في 2021. مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. تستضيف مصر أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي يستمر من 13 وحتى 17 من شهر ديسمبر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ. وأتمت مدينة شرم الشيخ استعداداتها لاستضافة هذا المؤتمر، والذي يعد الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم، والذي يعكس تقدير العالم لجهود الدولة المصرية في مجال منع ومكافحة الفساد. وعلى هامش المؤتمر وقع الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع السيد مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم في مجالات منع ومكافحة الفساد والوقاية منه.